كابتن سيف من جديد مع واحد من نجوم النادي الاهلي بالتاكيد كابتن عمرو السوليه. كابتن عمرو برحب بيك على انتم سبورتس. يعني النهارده شايفين اداء ولا اجمل ولا اروع لعمرو السوليه تحديدا. الفتره الاخيره كان اداء مميز جدا ليك في الملعب بيكلل بالنجاح. اول بطوله افريقيه ليك مع النادي الاهلي، انت يمكن خسرت بطولتين قبل كده في دوري ابطال افريقيا، ولكن اخيرا بيتوج عمرو السوليه والنادي الاهلي بالتاكيد بهذا اللقب الثمين جدا. الحمد لله. طبعا بمسي على الكباتن اللي في الاستوديو وعلى كابتن سيف. الحمد لله طبعا بطوله غاليه مش عليا انا بس، على جماهير النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي مستني البطوله دي بقاله 7 سنين، وانا واحد من الناس خسرت نهائيين. حتى مع بنتكلم مع بعض اللعيبه مش هينفع نخسر تاني، يعني خلاص عيطنا كتير من الحزن، من حزن الخساره لازم نعيط من الفرحه. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده، اللعيبه كلها كانت رجاله، الجهاز الفني باللعيبه باللعيبه اللي بره، الناس المصابه، الناس اللي ما قدرتش تشارك معانا اللي جالها كورونا، طبعا كان نفسهم موجودين معانا. بشكر طبعا اللعيبه اللي مشيت من النادي الاهلي، كان لهم دور كباتن النادي، كان كابتن شريف اكرامي واحمد فتحي وحسام عاشور ورمضان صبحي. الناس دي كانت ليها دور جوه الملعب وبره الملعب معانا، بشكرهم. البطوله بتتحسب لهم زي ما بتتحسب لنا. الحمد لله يعني ده مجهود سنين فاتت مش سنه واحده بس. الحمد لله ربنا كلل نجاحنا. يعني عمرو لو اتكلمنا على قياده المدير الفني الجديد كابتن الموسيماني، واكيد تتويج بلقب الدوري النهارده، تتويج بدوري ابطال افريقيا، اكيد نظام جديد بيتبع مع مستر موسيماني، شايف الاجواء ازاي معاه؟ طبعا يعني مستر موسيماني طبعا مدير فني على مستوى عالي من اول يوم جه، وهو بيطبق الفلسفه بتاعته في جوه الملعب وبره الملعب. اللعيبه كلها بتحبه، هو جاي عشان بطوله افريقيا، وقال انا اهم حاجه عندي بطوله افريقيا. في اي مدرب بيجي بياخد الدوري، انا جاي عشان بطوله افريقيا. والحمد لله يعني اشتغلنا وتعبنا واجتهدنا وحققنا اللي احنا عايزينه. اكيد هتكون دفعه كبيره ليكم الفتره القادمه لموسم جديد، اكيد يكال ببطولات ايضا. الحمد لله البطوله دي طبعا بطوله غاليه علينا كلنا وعلى جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله نقدر نبني بطولات الفتره اللي جايه. عندنا بطولتين مهمين، عندنا كاس مصر وعندنا السوبر الافريقي، وان شاء الله كاس العالم للانديه. ان شاء الله تبقى بدايه خير لينا وبدايه خير للجيل ده. ان شاء الله توعدوا الجمهور بيه الفتره الجايه. ان شاء الله مزيد من البطولات، طول ما انتوا في ظهرنا ان شاء الله نقدر نحقق اكتر بطولات. ان شاء الله. بشكرك جدا. شكرا كابتن سيف. ده كان لقائي مع كابتن عمرو السوليه، واحد من نجوم النادي الاهلي بالتاكيد. الان العوده ليك مرة.